الحقيقة هي الدافع ل يعني إنتاج هي العربية أو إخراجها على الأرض الواقع هي ارتفاع أسعار الوقود الخيالي، فكان لابد من إيجاد طريقة للحصول على الطاقة الكهربائية عوضا عن الوقود والمشتقات البترولية. الحقيقه نحن هي العربي بتمشي يعني بنقطرها على يد العامله مشان نشغل يد عامله، عندنا هون اسرتين هلا عايشين من وراء او ثلاث اسر حتى بعض احيان بيقطروها هدول عاملين. فالعربي بتخدم اماكن متعدده وبتأدي خدمة لعدة مدارس، كل يوم تطلع على مجمع وكل يوم تطلع على تجمع مساجد أو على حتى الأحياء الفقيرة كمان منغذيها بالمياه. مع ارتفاع يعني حيث وجدت مثل ما بيقولوا حيث وجد الماء وجدت الحياة. هاي العربية تعتبر أنه بديل عن الطاقة البترولية. الهدف هو من أجل الناس، ليش؟ الحاجة الماسة لمياه الشرب، فالحاجة الماسة لمياه الشرب اضطرتنا أن نساوي عربة متنقلة أو مولدة متنقلة لا تحتاج إلا الشمس. هو هذه العربة عبارة عن 12 لوح وست بطاريات وإنفرتر ذكي، فأينما توجه ممكن وصل على أي غطاسة موجودة بالحي أو موجودة للمؤسسة أو للمسجد أو للمدرسة، فيمكن ملء أي خزان وبالتالي الاستفادة من المياه الشرب.